اقول لك ايه وعد لك ايه، النادي الاهلي يا عيني عليه. نقول كمان في الافراح والانتصار الاهلي دايما كسبان. الاهلي يا عيني عليه، الاهلي يا جماله، ايه اللي بيعمله ده؟ ايه ولا مكسيكي ولا امريكاني من الاهلي اهياني، الكل قال كده طبعا طول عمره الحاجة الحلوة في الكرة المصرية، وهيفضل كده على طول، لأن النادي الأهلي ده اسم مرادف للنجاح والفرحة والبهجة والسعادة والفخر، مش لنفسه، لعشرات الملايين من الجماهير، مش في مصر بس، في العالم العربي. ادخل حضرتك دلوقتي على مواقع السوشيال، شوف كل زملائنا المعلقين والإعلاميين والصحفيين العرب فرحانين وبيتكلموا على الأهلي إزاي. دي بطولة عالم يا جدعان، والأهلي واضح كده من البداية انه مصمم يعمل حاجة، والجواب بيبان من عنوانه، ثلاثة في اوكلاند وجول في سياتل، اشي نيوزيلندي واشي امريكاني واشي قبلهم مكسيكي، بنكسب ولا احلى ولا اجمل ولا اروع. صحيح ماتش اوكلاند احلى من ماتش سياتل، لكن المنافس كان اقوى، المنافس مختلف، الدنيا عنده 12 لعيب ولا 14 لعيب، ايش برازيلي وايش كولومبي وايش اوروجواني، واللي من بيرو واللي من اكوادور واللي من السلفادور واللي من فرنسا واللي من سلوفاكيا والكاميرون، عنده 7 لعيبه دوليين، قيمته التسويقيه ازيد من الاهلي 20 مليون يورو. الاهلي عايز تفرح شوف الاهلي، عايز تغني اسمع الاهلي، عايز تتبسط اتفرج على الاهلي، عايز تنام مبسوط وفرحان وشبعان ومتهني قول اهلي، طبعا قول اهلي، احنا في كاس عالم والاهلي بيمثل مصر دلوقتي. هو انت حضرتك شفت الجماهير المغربيه عامله ازاي مع النادي الاهلي رغم خساره الوداد؟ والحضور في الشوط الاول ما كانش قد كده، لكن الشوط الثاني ملوا الملعب، وهاتك يا تشجيع. ليه؟ لانه ده من مصر، لانه ده الاهلي بطل مصر، لان ده الاهلي الجميل، لان ده الاهلي الكبير، ما بيروحش ضيف شرف، ما بيروحش يلمس والسلام، يروح يقول لك انا جاي وقاعد وهكسب ومكمل كمان وكمان. قضايات الاهلي لا تنتهي، قضايات الاهلي بنفس الراجل نفس انت تاني قفشه تاني جول تاني وفي نفس التوقيت. يا جماعه ده فيها حاجه حلوه، فيها مليون حاجه حلوه، ده كل حاجه حلوه لازم بتكون موجوده مع النادي الاهلي. ايه يا عم ده؟ مصدر السعاده، مصدر الفرح، مصدر الابتسامه، صانع كل حاجه جميله في الرياضه المصريه النادي الاهلي، وترجع تقول لي رعايتك ما عشان بيكسب، ترجع تقول لي فلوسك ما عشان موجود، ترجع تقول لي هي الناس بتجري كده ليه ورا النادي الاهلي عايزه تعمل اعلانات وتعمل رعايات؟ عشان اللي انت بتشوفه ده ما بيروحش ضيف شرف في افريقيا ياخدها او يلعب فاينل، بطوله العالم يوصل قبل النهائي يا ياخد برونز يا اما على الاقل بيبقى من ضمن الاربعه الاوائل، يلاعب بطل المكسيك بالسلامه يا حبيبي، يلاعب في الثالث والرابع بطل امريكا الجنوبيه بالسلامه يا حبيبي بالسلامه، يلاعب بطل الكونكاكاف ولا الامريكان بالسلامه يا حبيبي بالسلامه. ده الاهلي، ده المنظومه، دور على المنظومه، ابحث عن المنظومه، ابحث عن الجمهور، سند، ده الدرع اللي بجد، ده السيف اللي بجد، ده السند اللي بجد، ده اللي وراه لما قالوا على الحلوه والمره معاه ما كسبوش، لا كسبوا بالسين، لكن ما كسبوش بالذال، ما بيكذبوش. ناس ما بتوعدش، ناس ما بتكذبش، ناس بتشتغل عشان تنجح، ناس بتشوف اخطائها وتعالجها. من كان منكم بلا خطيئه، لازم يكون عندك اخطاء ولازم تعترف باخطائك عشان تصلح، عشان تعدل، عشان تنجح، عشان تبقى رقم واحد. ورقم واحد ده يجي بالسهل، تبقى بطل افريقيا 10 مرات، في كاس العالم 8 مرات، برونزيه 3 مرات، 4 مرات في سيمي فاينال بطوله كاس العالم. مستني مين يا باشا؟ مستني مين؟ مين؟ ريال مدريد. ريال مدريد هلعب مع ريال مدريد. تخيل بقى عشان تنظم مباراه مع ريال مدريد كنت تدفع فيها كام؟ لكن هو ده الاهلي، ده الاهلي بمبادئه بقيمه باخلاقه باحترامه بادبه بادارته باسلوبه بهدوءه. في الاخر يبقى فيه النجاح، في الاخر يبقى فيه الانتصار. اوعى اوعى ترمي شماعه الخطا على غيرك، انت تعالى دايما شوف انا صح في كذا وكذا وكذا وانا غلط في كذا وكذا وكذا. شفت عمل ازاي مع
قضية كهربا، شفت عمل ازاي مع مجدي قفشه اللي قاعد على دكه البدلاء وينزل ويلعب ويغير ويخلص ويكسب وهكذا هو وزملاته. طبعا شوف القصه كلها بتدار ازاي. انا عايزك كده وانا معاك تشوف كولر وهو بيبوس كل لعيب ازاي، وشوف بيبوس سافيو ازاي اللي هو بره القايمه، راح على الجميع من اول محمد مكي بتاع المهمات. بص حضرتك شوف مع واحد واحد سواء كان اساسيا، بص سافيو ادي سافيو اللي بيقولوا متخانقين وضاربين وقال وخلى وعدى وزاد، وادي شادي المستبعد كمان. خلي بالك دي رسائل الراجل بيوجهها عشان تبقوا عارفين. يعني بص ده الاهلي يا جماعه بيضرب منعم، طبعا هو حضنهم، هو حضن اللي في الملعب كلهم، فرايح للي بره الملعب يعني اللي ما لحقهمش يعني، وادي فخري وادي كل الناس، ادي الاهلي اللي لحق يحضنهم ويسلم عليهم، واللي ما لحقش بيسلم ويحضن ويبوس. هي دي العلاقه، الراجل اللي عنده استقرار، اللي الراجل اللي ادارته مهيئه له كل حاجه، العب وملكش دعوه واحنا في ظهرك انت جميل. على فكرة ده دكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة، واحمد فوزي الاداري، وماهر عبد العزيز الاداري. هنرجع تاني وادي البطل الشناوي، وادي كل الولاد في اوضه اللبس. افرح ارقص غني قد ما تقدر عيش، افرح لان انت فرحت كل المصريين او معظم المصريين ومعظم العرب يا اهلي بانتصاراتك بافراحك بطولاتك. كابتن سامي قمصان مساء الفل، مساء النصر، مساء الفرحة، مساء البهجة، مساء الابتسامة، والف مبروك عليكم. ومش هسألك حاجة، عايزك تقول لي انطباعاتك واللي بيحصل دلوقتي وقد ايه الفرحة اللي موجودة عند اللعيبة يا كابتن سامي وعند الادارة وعند الجميع. ربنا يخليك يا كابتن سامي، طبعا مبروك طبعا لجمهور الاهلي، واعتقد ان دي اقل حاجة نقدر نقدمها يعني. نقسمها ان شاء الله خطوتين كده ان شاء الله ونحقق الحلم الاكبر. وانا عارف شعورهم وشعور جمهور النادي الاهلي، حلمهم الكبير، وده دايما النادي الاهلي يعني. اعتقد الحمد لله مباراه كبيره. بشكر طبعا كل اللعيبه، بشكر الراجل طبعا على الاداء النهارده والسيناريو بتاع المباراه اللي كان حاطه المباراه، ربنا وفقه طبعا في التشكيل وفي التغييرات، وبشكر اللعيبه طبعا اللي لعب واللي ما لعبش واللي كان بره. اجواء الحمد لله اعتقد كلها ايجابيه، الناس اشتغلت كويس جدا واخلاقيه وتعبت، واعتقد الحمد لله المردود النهارده كان كبير. بشكر طبعا جمهور المغربي على الدعم ده، جمهور كبير وبيأكد دايما على العروبه والوطنيه اللي موجوده في الوطن العربي كله، زي ما كلنا كنا متعاطفين مع المنتخب المغربي في كاس العالم. اعتقد النهارده كان رد دي للجمهور المغربي لينا، اشكره طبعا واشكر دايما جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله خطوه خطوه كده ان شاء الله نحقق الحلم الاكبر لينا باذن الله والجمهور المغربي لينا. كابتن سامي الناس فوجئت النهارده ان ثلاثي الهجوم متغير، الثلاثي اللي تالق المباراه السابقه شريف والشحات وعبد القادر بوجود ثلاثي بالتاكيد ممتاز كهربا مع بيرسي تاو مع طاهر، كانت ايه وجهه النظر؟ بص يا كابتن والله انت عارف حضرتك كل ماتش طبعا بيبقى ليه سيناريو مختلف يعني. احنا طبعا اتفرجنا على فرقه كويس وعرفنا ان الفرقه بدنيا لسه ما وصلتش لحاله فنيه كبيره، كان مهم جدا ان احنا نطور الماتش. الفرقه من حوالي اربع شهور او خمس شهور ما لعبتش منافسات، نعم عملوا فتره اعداد وبعد كده وصلوا معسكر اعداد وما لعبوش ماتشات رسميه يعني. فطبعا غير لعب على العامل البدني يحاول برضه يطور ماتش ويجدد الفرقه بدنيا، وبعد كده بقى يختلف خلال النهارده اللي عملت لنا الفارق. واعتقد الحمد لله كان السيناريو الحمد لله موفق يعني. اللعيبه اديت على اكمل وجه زي ما انت قلت، الثلاثه اللعيبه الماتش اللي فات كان مثلا شريف وحسين وعبد العزيز عاملين اداء مميز، نعم يعني ولا اروع حتى يعني. النهارده بيكمل النهارده طاهر وبيكمل فارس وبيكمل كهربا، شوف التاني بقى بينزل التغييرات بتاثر على نتيجه المباراه، لكن ده ما يمنعش ان كل لعيب يبقى ليه دور، كل لعيب بيحاول يعمل من 100% بتاعته ويطلع احسن حاجه من عنده عشان يزيد الفرقه. وزي ما انت قلت في الاول والاخر هو اسم نادي الاهلي يعني. نعم عشان كده نادي الاهلي مختلف عن كل النوادي يعني. النهارده الروح اللي موجوده مع اللعيبه اللي انا بشكرهم اللي بره قبل اللي جوه، النهارده ما شاء الله حاجه ولا اروع يعني، الروح جميله. نعم اللعيبه كلها على قلب رجل واحد وكلهم عندهم حلم واحد وهدف واحد عاوزين يسعى له. صحيح. وده اللي احنا ان شاء الله اللي احنا بنسعى له ان شاء الله، وده دايما النادي الاهلي يا كابتن يعني. ده صحيح. حضرتك اكثر مني طبعا عارف مبادئ وقيم والثوابت الموجوده في النادي. كابتن سامي يعني عايز اسالك عن قفشه، نزول قفشه من الدقيقه تقريبا 62، تهيئته نفسيا لهذا اللقاء وانه يعيد القضيه من جديد ويسجل ويضرب بيد من حديد هو والنادي الاهلي ويصعد الى نصف نهائي كاس العالم للانديه؟ والله يا كابتن هو ده السيناريو اللي انا اتكلمت حضرتك فيه، ان الراجل قاعد طبعا مع اللعيبه، وراجل على فكره من الحاجات
الايجابيه اللي بيعملها يعني علاقته كويسه جدا بكل اللعيبه نفسيا، بيراعي كل شعور كل اللعيبه، حتى اللعيبه اللي مش موجوده صحيح معانا، حتى صحيح اللعيبه اللي في القايمه اتكلم معاهم وقال ان في ادوار وفي شكل فرقه وفي شكل سيناريو هو حاطه في دماغه. اعتقد اللعيبه النهارده حتى يعني التغييرات كلها اللي نزلت كانت مركزه جدا قوي 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 صحيح، واديت موجود يعني لو هو مش متهيئ نفسيا اعتقد يعني كان هيبقى الموضوع صعب يعني. بالعكس النهارده أفشى لعيب مميز، وقت ما بتحتاجه في اي اوقات بيبقى موجود مؤثر جدا في الماتشات مع كل اللعيبه. النهارده عبد الهادي بينز برضه بيحاول النهارده ينزل وكان له وجود، فاعتقد الحمد لله حتى رون النهارده نزل في دور برضه في وقت المباراه كان صعب لما لجوا لعبوا في الكور الطويله، كان مهم جدا ان احنا نلعب برضه ونحاول نقفل الحته ديت عشان ما يقدروش يديهم فرصه ان هم يرجعوا للماتش تاني. اعتقد الحمد لله الحمد لله كان في توفيق كبير من عند ربنا. صحيح اكيد التوفيق كبير دايما من الاجتهاد والتعب والتفاصيل اللي الراجل بيشتغل عليها دايما. طيب يعني محمود كهربا ويعني بالتاكيد الولد غصب عنه يعني طبيعي جلسة وإيقاف ولا عفو مش عفو يعني سداد غرامة ولا إزاي بتقدروا تتعاملوا مع هذا الموقف الصعب وبيلعب مباراة زي دي في ربع نهائي كأس الأندية وبيقدم كل ما لديه وكل ما عليه لحد خروجه في الدقيقة 63 يا كابتن سامي؟ هرجع برضه اقول لك يا كابتن ان الموضوع مرتبط بشقين، الشق مرتبط بالراجل والشق التاني اللي هو باللعيب الاكثر. يعني كهربا راجل عاوز يعمل حاجه، عاوز يرد جميل للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره، الناس اللي وقفت جنبه ودعمته، بيحاول بيجتهد مركز جدا في التمارين، مركز جدا في الماتشات، ممكن بعد ماتشين عملهم مميز وبعد كده الماتش اللي بعديه ما لعبش عادي بقى اكتر وحس نفسه اكتر. اعتقد كل ده يعني هو اللي بيدي مردود في الاخر ايجابي يعني. نعم. فطبعا بشكره وبشكر طاهر، بشكر الناس اللي ادت مجهود كبير جدا بدنيا، يعني ممكن تكون الناس يعني مش مستوعبه اكتر يعني الجهد البدني اللي هم عاملوه، لكن عاملين عملوا مجهود كبار يعني. انا يعني شايف ان فرق طبعا سياتل طبعا من الفرق البدنيه القويه جدا. طبعا طبعا. فرقه جدا خصوصا في الثلث الاخير بتاعهم بيلعبوا بحريه جدا وتبادل مراكز كتير جدا، تعبوا شويه اللعيبه كلها، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نقفل كويس ونقدر نشوف الثاني بقى نستغل التغييرات ونستغل بقى الجانب البدني اللي هو اقل شويه من الفريق اللي فات كده، واحنا الحمد لله كان عندنا افضليه في الشوط الثاني الحمد لله، الحمد لله ربنا اكرمنا يعني في المكسب. قبل ما اسالك على الريال، ترددت نغمه كده اليومين ثلاثه اللي فاتوا سافيو وقصه وانه قال للسوزة ما تجيش النادي الاهلي وده عمل مشكله وانه في قرار سري في النادي الاهلي بتجميد سافيو حتى نهايه الموسم. انت راجل مساعد المدير الفني، اكتر واحد ممكن ترد لنا على هذا السؤال. ما فيش حاجه حضرتك يا كابتن، يعني انا مش عاوز طبعا اتكلم في حاجات مرتبطه بالفرقه يعني. سافيو لعيب مميز كان له كبير جدا في الفترات اللي فاتت، راجل ساهم بشكل كبير في بطوله كبيره بطوله السوبر وادى اداء كويس جدا الماتشات اللي فاتت. نعم. الراجل اللي يبقى ليه وجهه نظر فنيه في نعم. حاجه معينه، انما ما فيش طبعا الكلام اللي بيتردد ده طبعا مفيش وجود، ما ليش اي وجود يعني خالص. لا وجود لا اساس له من الصحه، العكس تماما. طبعا بالعكس، هو الراجل بيأدي دوره، يمكن كان فتره مصاب ما رجعش بحاله بدنيه وحاله فنيه زي ما كان، لكن دلوقتي اعتقد ان هو حالته كويسه جدا وان شاء الله يقدر يساعدنا في مباراه الدوري. عندنا كفاءات مباريات كبيره جدا. صحيح كل اللعيبه محتاجين نعم. كل اللعيبه نعم، فاعتقد ان شاء الله هيبقى ليه كبير جدا معانا في الدوري وفي افريقيا وفي الكاس، وان شاء الله يقدر يساعدنا بشكل كويس. بتفكروا ازاي في مباراه الريال يا كابتن سامي؟ بص والله يا كابتن، طبعا مباراه كبيره، بطل القرن الاوروبي وبطل القرن الافريقي، حق مشروع ان انت توصل مباراه نهائيه، مش نادي قليل، نادي بطل، نادي عندك تاريخ، يمكن برضه نادي ريال مدريد من النوادي اللي بتنافس النادي الاهلي في عدد الالقاب، بنحاول ان احنا نزود القابنا، فطبعا حق مشروع لينا ان احنا نحلم وان احنا نتعب وان احنا نوصل المباراه النهائيه. في الاخر انت بتلعب مباراه يعني، اعتقد اللي هيبقى حالته الفنيه والبدنيه والذهنيه طبعا يوم الماتش هيبقى احسن، اعتقد هيبقى كده، لكن احنا هنحاول ان احنا نعمل الاقصى ما عندنا، النية اللي عندنا كلنا، وكل اللعيبه هتعمل كده وكل الجهاز هيعمل كده، في الاخر احنا اسباب وان شاء الله ربنا، ان شاء الله يعني انا واثق ان شاء الله ان اللعيبه هتبقى عاوز تعمل حاجه كبيره لجمهورها، اعتقد ان شاء الله ربنا ان شاء الله يدينا التوفيق فيها ونقدر نعمل حاجه كويسه مش لينا بس والله يا كابتن، يعني مش لمصر كلها، للاهلي بس، للعرب كلهم، لمصر والعرب كلها. احنا بص دلوقتي الحمد لله يعني
اعتقد دبس المغرب اللي عملته في كاس العالم ديت وافريقيا اعتقد يعني دي حاجه كبيره جدا وبتدينا ثقه كبيره جدا. يعني النهارده انت بتغلب على بطل كونكاكاف حاجه مش قليله برضو. ده بطل طبعا بطل طبعا اوكلاند بطل طبعا مهما الناس قللت من الفرق دي لكن ده بطل القاره بتاعته فدي حاجه مش قليله. يعني احنا ماشيين خطوات الحمد لله ان شاء الله بشكل كويس. ان شاء الله هنعمل اللي علينا وهنقاتل وهنقدر ان شاء الله نوصل لها بعد مدى لان ده حلمنا وده حلم جمهورنا اللي عاوز يفرح اللي عاوز يوصل المباراه النهائيه وعاوز ياخد البطوله وده حق مشروع لكل الفرق طبعا اللي هي بتنافس البطوله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان مساعد المدير الفني للنادي الاهلي. حاجه اكتر من جميله وحاجه اكتر من رائعه. يتغير الزمان ويتغير المكان ويفضل الاهلي هو العنوان، عنوان الانتصار، عنوان الفرحه، عنوان البهجه، عنوان السعاده، ودايما ضحكتنا من هنا لحد هنا، ودايما فرحتنا ملهاش حدود، ودايما سعادتنا بتوصل لما بعد ما تتخيل الى عنان السماء، لانه باختصار ده الاهلي نادي القرن الافريقي اللي هيلاعب نادي ريال مدريد نادي القرن الاوروبي. مبروك يا اهلاويه وسقفة قوية. نشوف كولر قال ايه ونرجع تاني. احنا بدأنا المباراة بشكل جيد جدا في اول 10 دقائق وبعد 10 دقائق بدأ سياتل يضغط علينا اكثر تنظيما ياخد الاستحواذ يسبب لنا مشاكل كتير ولكن بين الشوطين في الاستراحة اتكلمت مع اللعيبة بتاعتي كان صوتي عالي شوية وبدأت ان انا اشرح لهم الافكار اللي احنا عايزين ننفذها ان احنا نلعب بدقة نلعب لقدام للامام طريقة اللعب غيرت فيها بعض الشيء بالتأكيد فريق ريال مدريد هو أعظم أو أكبر فرق في العالم فريق فاز بكل شيء ممكن يفوز به أي فريق في كرة القدم حقق كل شيء عنده أعلى وأفضل لعيبة في العالم لكن اللي انا اوعد بيه هو ان احنا سنستعد قدر امكاننا ان احنا نكون ند في هذه المباراه. احنا للاسف ما عندناش غير ايام قليله بين كل مباراه والاخرى فبيبقى التحضير اكثر في نظري منه عملي ولكن رغم كده هنحاول ان احنا نأدي افضل شيء وان احنا نستعد للمباراه بشكل جيد عشان نقدر نحقق طبعا المفاجاه الكبيره. بالتأكيد الجمهور كان ليه عامل كبير معانا الشوط الاول الماتش الاول كان طبعا حضور تقريبا كامل الاستاد ودعمنا وكان دعمه قوي جدا ان احنا كسبنا المباراه وكان شكلنا رائع. الماتش ده بان جدا لما الجمهور بدا يحضر بالتدريج جوه الملعب ويزيد فالشوط الثاني هو ده اللي ساعدنا ان احنا الشوط الثاني اللعيبه كانت عندها حماس اكتر تلعب قدام الجمهور ده والجمهور دعمنا جامد في الشوط الثاني. اللي كتب كلمات الاغنيه دي اعتقد تاكدوا كده ايمن بهجت قمر ولا مين ولا شوفوا لي كده مين لانها فعلا فعلا هو ده اجيال بتسلم بعض والاهلي رقم واحد هو بالنسبه لهم الاهلي رقم واحد مفيش شخص الاهلي مش بتاع شخص الاهلي من ايام احمد عبود باشا سياده الفريق اول مرتجي العظيم صالح سليم الرائع حسن حمدي المهندس محمود طاهر الاسطوره محمود الخطيب كل دول يخدموا على النادي الاهلي كل دول يخدموا على المكان اللي هم بيشتغلوا فيه كابتن عبده صالح الوحش كل دول يخدموا على النادي الاهلي يخدموا على بيتهم. طبعا ايمن بهجت قمر هو اللي يكتب الكلام ده بتاع النادي الاهلي وحب النادي الاهلي الجميل ده ويوصف حاله النادي الاهلي لكن اللي عايز اقوله لك انت لما تبقى موجود في مكان انت تخدم على المكان قلتها لك قبل كده بقولها لك تاني مش المكان اللي يخدم عليك خالص انت تخدم المكان انت تشتغل من اجل هذا المكان يقوم ربنا عز وجل من جد وجد من زرع حصد السعي وراء ايه النجاح مش كده برضو وان ليس للانسان الا ما سعى صح ولا انا غلطان من هنا بقى تلاقي اداره بتشتغل تلاقي رئيس نادي محترم هادي منضبط الكلمه بتطلع من بقه بحساب كلمه رايحه هنا وكلمه رايحه هنا شفت الخطيب بعد الماتش الاولاني شفت الخطيب بعد الماتش الثاني قال لك انا سبب الانتصارات ولا انا سبب البطولات يقول لك انتوا اللعيبه والجماهير جماهير الاهلي بنتكلم عليها زي ما احنا عايزين لكن جماهير المغرب لكم مننا 1,000,000,000 تحيه و1,000,000,000 قبله و1,000,000,000 شكر الحقيقه رائعه
جميله مسانده. انت شفت الشوط الثاني لما الملعب بتملى والجماهير بقت عامله ازاي مع النادي الاهلي والشكل بقى عامل ازاي يا جماعه؟ والله العظيم انما الاعمال بالنيات، صدقوني خلي نيتك سليمه كده لوجه الله سبحانه وتعالى، ولما تدخل مكان عشان تشتغل في اي مكان مش في الكوره بس، في اي مكان في النهايه هتتكعبل وتقع وتتعثر، لكن في الاخر ربنا هيديلك، لانه ايه؟ دايما مع الجماعه، يد الله مع الجماعه، مش مع فرد ابدا ابدا ابدا، عمرها ما تنجح بفرد، مجموعه، والمجموعه دي في الاخر تعمل نجاحات. وخلينا نحلم وخلينا مع الاراده والتصميم، والله ما في حاجه مستحيله، والله ما في حاجه مستحيله. مش بعيد نكرر اللي عملناه من 22 سنه في استاد القاهره لما كسبنا الريال 1-0 في احتفاليه القرن قدام اكثر من 80,000 متفرج، والريال ده كان يعني ساعتها مرعب وتعتبره منتخب عالم بالنجوم الكبار زين الدين زيدان وبيكهام والاسماء العظيمه الجميله دي، ويقوم الاهلي بفرقته وبولاده يقدر بص ده حسام غالي هو صغير وده صندي يسجل. صحيح كانت مباراه وديه وصحيح ما تحملش طابع كاس العالم للانديه، لكنه في النهاية الأهلي كسب في هذا اللقاء. يعني نحلم ونتمنى، وحتى لو خسرنا ولا نزعل على الإطلاق، لأن الأهلي قدم كل ما لديه، والأهلي عمل حاجة جميلة جدا. نعمل زي السعودية لما كسبت الأرجنتين، نعمل زي تونس لما كسبت فرنسا، المغرب اللي ادتنا المثال، بلجيكا وأسبانيا والبرتغال ووصولها للمربع الذهبي وحصولها على المركز الرابع. سيبك ان الريال 850 مليون يورو، سيبك ان كارلو أنشيلوتي واحد من أفضل المدربين في العالم، لكن الأهلي كبير وهيلعب بين جمهوره في المغرب، الجمهور اللي بتسانده، الجماهير اللي بتسانده، وكأنه في استاد القاهرة. يعني لعيبة كتير ومدربين كتير مش مصريين وصفوا النادي الأهلي بأنه واحد من أهم من أكبر الأندية في العالم. مفيش فرصة هتيجي أحسن من دي عشان نثبت إن إحنا نادي كويس، نثبت إن إحنا فريق جيد بنلاعب بطل القرن الأوروبي في مواجهة بطل القرن الإفريقي. ده الأهلي النهاردة بيعزز أرقامه، تاني أكتر فريق حقق انتصارات في كأس العالم للأندية يا جماعة، 8 انتصارات، ريال مدريد 10 انتصارات. الاهلي كده اكتر نادي تاهل لنصف نهائي كاس العالم، لانه الفرق التانيه بتاعت اوروبا بتاعت امريكا اللاتينيه بتيجي متاهله 5 مرات. كولر بيحقق تاني فوز ليه في كاس العالم، مباراه واحده بس تفصله مع موسيماني اكتر واحد حقق انتصارات في كاس العالم 3 مباريات. كولر النهارده 22 مباراه مع النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله بلا هزيمه في كل البطولات، 17 مباراه فوز وخمسه تعادل، ويحافظ على شباكه مع مارسيل كولر في 15 مباراه من اصل 22 مباراه. قفشه النهارده اللاعب رقم 12 اللي بيسجل هدف مع الاهلي في كاس العالم للانديه، وهدفه ده هدف رقم 21 للاهلي في المونديال. الشناوي اكتر حارس مرمى بيحافظ على نظافه شباكه في العالم، اربع مباريات من 5 مباريات بالتساوي مع ايمانويل نوير حارس مرمى البايرن. كل دي ارقام قياسيه بيحققها النادي الاهلي وبيحطمها النادي الاهلي، ولسه اللي جاي احلى باذن الله سبحانه وتعالى. مبروك للاهلي، مبروك لجمهوره، وقبلهم مبروك لمصر. وجود كيان زي قيمه النادي الاهلي اللي دايما مشرف البلد، اللي دايما رافع اسمها في الدنيا كلها، النهارده بعد المباراه تعالى شوف الديلي ميل اللي كانت من اسبوع ولا من 10 ايام بتكتب علينا ايه؟ بتكتب على الاهلي ايه؟ تعالى شوف الماركه الاسبانيه بتقول لك سيكون الاهلي ملك افريقيا العظيم منافس ريال مدريد يوم الاربعاء. دي الماركه الاسبانيه. موقع الرسمي لفريق سياتل الامريكي بيبارك للاهلي على الفوز، بيتمنى له التوفيق، وما قالش ده كسبتونا بالحظ ولا كسبتونا مش عارف ايه ولا عملتولنا سحر في الملعب. السحر هو الكوره، السحر هو الاخلاق، السحر هو الاداء، السحر هو روح الجماعه، هو ده السحر اللي يكسب في الاخر يعني، ولا انا مش واخد بالي؟ انا عايز اقول لكم بس، كابتن الخطيب يهنئ لاعبي الاهلي وجهازهم الفني والاداري والطبي ويطالبهم بالمزيد لاسعاد جماهيرهم الوفيه. في بيان في كلمتين فقط لا غير، مش اكتر من كده، مش انا اللي جبت البطولات وانا لا 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 لا، المنظومه الجماعيه، النجاح، الفرحه، السعاده. نستمر في السعادة ونشوف كهربا والسلية بيقولوا ايه عقب الانتصار والوصول الى نصف نهائي كأس العالم للأندية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا والشكر لله على الماتش النهارده اللي احنا كسبنا يعني،
وبشكر زمايلي الرجاله والجهاز الفني وبشكر كل الجمهور اللي جه النهارده وساندنا يعني، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا يعني وكسبنا، وان شاء الله يعني الماتش الجاي باذن الله نكسب ونوصل النهائي باذن الله. مباراه ريال مدريد من وجهه نظر يمكن مباراة صعبة طبعا، احنا بنلعب اقوى فريق في العالم يعني، بس مفيش حاجة مستحيلة على ربنا، طول ما احنا بنتعب طول ما احنا بنسعى واللعبة كلها على قلب واحد وروح واحدة، فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله زي ما كرمنا النهاردة ان شاء الله. النتيجة وصل للفاينل؟ مفيش حاجة بعيدة عن ربنا، واحنا واثقين في نفسينا طبعا، كل اللعيبة اللي عندنا برضو لعيبة كبيرة ولعيبة رجالة، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ما ضيعش تعبنا وتعب الجمهور اللي جه النهاردة وساندنا يعني. حبيبي ربنا يخليك. الحمد لله طبعا على الاداء وعلى المكسب، بشكر اللعيبه كلها، كل اللعيبه عملت اللي عليها، ماتش مش سهل زي ما انت ما قلت، الحمد لله كنا على قد المسؤوليه واللعيبه كلها تعبت، قدرنا نكون مع بعض والحمد لله على المكسب، مكسب في اخر الماتش ده بيكلل مجهود اللعيبه كلها، وعندنا مهمه صعبه ان شاء الله الماتش الجاي الحمد لله. طبعا فريق كبير، فريق عظيم، ودايما بيشجعوا الابطال. خلي بالك لقاء القرن الافريقي الاوروبي، ريال مدريد 28 لقب قاري والاهلي 24 لقب قاري، يعني بالفعل هو لقاء ايه؟ لقاء القرن، لقاء العصر ما بين الاهلي وريال مدريد. على فكره عايز تقول لقاء السحاب تقول لقاء السحاب، عايز تقول لقاء العظماء تقول لقاء العظماء، عايز تقول لقاء الابطال تقول لقاء الابطال، زي ما انت عايز تقول قول الحقيقه. لكن الاهلي كده كده وانا بكلمك معاه 2 مليون يورو او 2 مليون دولار، وانا بكلمك دلوقتي معاه 2 مليون دولار ضمانهم اللي هم على الاقل المركز الرابع، ربنا اكرمه بالمركز الثالث زود، ربنا اكرمه بالمركز الثاني يبقى 4، ربنا اكرمه مفيش حاجه بعيد عن ربنا المركز الاول يبقى 5 مليون. دول يعني ايه كده؟ ممكن يكونوا ايه؟ رعايه سنه لبعض الانديه. اي والله، اي والله صحيح، بكلمك جد يعني. فما شاء الله باسمك وبانتصاراتك وببطولاتك وبنجاحاتك دايما بتحصل البطولات. خلينا بس عشان اقول لك انه يعني بعضا من الوكالات هنا، مثلا سبورت، موقع سبورت الموقع العالمي، بيقول لك من هو خصم ريال مدريد في كاس العالم للانديه؟ الاهلي اللي فاز 1-0 وحلت العنايه الالهيه بدخول قفشه الى الملعب لحل مكان حمدي فتحي، بالفعل كان قادر على التسجيل قبل 5 دقائق. الاهلي صاحب المركز الثاني كاكبر عدد من المشاركات في هذه المسابقه العالميه 8 مرات. يلتقي الاهلي مع ريال مدريد بفضل مارسيل كولر المدير الفني الذي لا يعرف الهزيمه حتى الان. بالمناسبه قفشه رغم الوقت القليل اللي لعبه خد رجل المباراه. ماركا بقى وريها لكم على الشاشه، سيكون النادي الاهلي منافسا لريال مدريد في نصف نهائي كاس العالم للانديه، وصفت الصحيفه الاهلي بملك افريقيا العظيم الذي يلتقي مع الريال، وقالت ان الاهلي ضيف دائم في هذه البطوله حتى لو لم يتوج بطلا يعني. اما الديلي ميل البريطانيه، حصره امريكيه بعد هدف المصريين، وهوريكم شكل الحصره دلوقتي، بس شوف الديلي ميل كانت بتقول الاهلي نسيت كان خلاص بيهيئ نفسه
للوقت الإضافي، لكنه أفشى قتل آمال الأمريكيين بالقضية، وقالت تعبيرات بقى زي حسرة وحزن. يعني الموقع الرسمي للدوري الأمريكي سيناريو دراماتيكي يخص سياتل من كأس العالم، وقالوا ان الاهلي وجد الفوز الدراماتيكي في نهايه المباراه بعد تسديده ارتطمت في العارضه ارتدت الى افشه ليتغلب على الحارس ستيفان فري. سكاي سبورتس كمان بتقول لك انتصر الاهلي على سياتل، والاهلي يتحدى ريال مدريد في كاس العالم للانديه، وتداول بقى نجاح الاهلي في حسم الفوز امام سياتل اللي يلاقي ريال مدريد بطل اوروبا في الدور نصف النهائي لمونديال الانديه. الاهلي دائما وابدا يصلح ما أفسده الآخرون. مبروك يا أهلي، ودايما يا رب بالنجاح، ودايما بالفرحة، ودايما بالسعادة. خلينا نروح لفاصل أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل والله احنا قلنا هنعمل ريسك ونجيبه، سيبك انه مدرب محترم وشخص جميل، لكن احنا قلنا ايه، ده لعب مباراة الأهلي وريال مدريد وكان ليه دور فيها، فيكون ضيفنا ويبقى فال خير، وإذا بفال الخير يتحقق عشان ينورنا بعد الفاصل كابتن رضا شحاتة. للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في المباراة التي شهدها ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية. وبالضربة الأضياء أحرز نجم الأهلي محمد مجدي أفشى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني، ووضع نادي القرن الإفريقي في موعد تاريخي مع ريال مدريد الإسباني في منافسات نصف النهائي مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأمير عبد الله بالعاصمة الرباط. بهذا الفوز رفع عملاق الكرة المصرية والإفريقية الأول عدد انتصاراته في المونديال إلى الرقم 7 وعدد أهدافه إلى 21 هدفاً، وأصبح على موعد مع لعب لقائه 21 أيضا في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق في العالم خاض مباريات بالمونديال. هذا ولم يتقابل الأهلي مع ريال مدريد من قبل سوى مرة واحدة عام 2001 عندما فاز عليه بهدف نجمه النيجيري ساندي في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة بمناسبة الاحتفال بتتويجه بلقب نادي القرن الإفريقي. فهل ينجح كولر في قيادة الأهلي لتكرار نفس الإنجاز من جديد؟ اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. واحد من اللي كانوا موجودين في القائمه صحيح لم يشارك في مباراه ريال مدريد لكن كان موجود حضر الفرحه والسعاده بفوز النادي الاهلي على نادي ريال مدريد الاسباني، وكانت المباراه احتفالا بفوز النادي الاهلي بلقب نادي القرن عن افريقيا وفوز نادي ريال مدريد بلقب نادي القرن عن اوروبا، والمباراه احتضنها استاد القاهره الدولي وانتهت بهدف نظيف للنادي الاهلي بقدم صندي. ده كان لاعب نيجيري احترف في الاهلي فتره قليله ثم لم يستمر مع النادي الاهلي. منورني ومشرفني واحد من نجوم الاهلي السابقين ومن المدربين المحترمين كابتن رضا شحاته. مساء الفل، مساء الجمال، مساء الفرحه، مساء الانتصار، مساء البهجه، مساء السعاده. في حاجه تانية ممكن نقول عليها اكتر من كده يا كابتن رضا؟ لا هو ده بالظبط. الف مبروك. الله يبارك فيك ومبروك للنادي الاهلي. برحب بحضرتك طبعا وشرف لينا معاك النهارده. ربنا يعز. طبعا مبروك النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الفرحه، ويستاهلوا ويستاهلوا اكتر من كده كمان. واللي انا شايفه ان اللعيبه مصره بقى يعملوا حاجه يعني مصر. ده احساس ده كان مخوفني يعني. هم رايحين يقول لك احنا رايحين اول حاجه في نص النهائي، فقال لهم طب بس عدوا اوكلاند وبعدين عدوا سياتل، فكله يقول لك احنا رايحين عينينا الاول على نص النهائي وعايزين النقطه نوصل لنقطه ابعد. شايف ان دي كانت ثقه ولا الاولاد خبرات خدوها في كاس العالم، ولا هم متولد عندهم دوافع كبيره جدا بوجود مدرب كبير زي كولر؟ الدوافع بقت موجوده لان الحدث بقى مكرر عليهم. أيوة. النهارده احنا مش بنتكلم في حدث بيحصل لهم مفاجاه او
او حاجه النهارده. نعم. هو بقى مكرر، هو تقريبا بقى عايشه باستمراريه يعني. اه صحيح، بقى عايشه ملح. خلاص بقى الموضوع بالنسبه له عارف ان انا بقيت عايشه على طول، بس انا عايز في خطوه عايز اعديها بقى. ايوه، فالطموح هنا بدا يتغير، فاتوقع ان شاء الله يعني بالحاله اللي حتى لو احنا كنا شايفين النهارده ان الفرقه اهدى من المباراه اللي فاتت، لازم نبقى قارين الجيم كويس. بمناسبه القرايه الحقيقه، ويا رب تجهزوا لنا اللقطه دي، لما جبت الكابتن زكي عبد الفتاح ما اعرفش امبارح ولا اول كان معايا، فقال انا قال اول امبارح قال بص يا كابتن، قال لي بص 60 دقيقه سياتل هيبقى كويس جدا، تمام، وفي الاخر مش هيقدر يكمل لان هو ما لعبش ماتشات في الدوري العام. فالاهلي هتبقى فرصته الكبيره جدا ال 30 دقيقه الاخيره. قال لي قول الكلام ده واثبته عليا. وحتى التغييرات اللي هيعملوها الهمنا بالاسم الحقيقه كابتن زكي، فهو كان قاري بشكل كويس وكانت رؤيه جميله جدا. هل بالفعل كولر بنى خطته على هذا الاساس يا كابتن رضا؟ لان الشوط الاول غير الشوط الثاني خالص. خليني انا مش من انصار ان ابقى اسم مدربين بمباراه. ماشي. انا مش من انصار القصه دي قوي. انا بشوفه مدرب ذكي. انا بتكلم تعامله مع اللقاء نفسه. ما انا قصدي هي حاجات سابقه هتجيب لك النهارده هو قاري. تمام. يعني هو لو نرجع لماتشاته كلها معظمها الماتشات اللي فاتت من حتى في الدوري نفسه. أيوه. هو راجل مش مستعجل دايما بيدخل، ودي ميزه في المدرب طبعا. كابتن رضا طبعا، لان انت النهارده انت مش بتلعب، او معظم الناس شايفه ان اللقاء ربع ساعه في اول، لا 90 دقيقه والجول بيجي في الدقيقه 90 واقدر اكسب في على مدار 90 دقيقه. صحيح. فهو بيعمل ايه؟ انا بشوفه دايما هو بياخد الشوط الاولاني قرايه ليه هو، لان انت كل مهما حضرته ومهما عملت لاي فرق ممكن الفرقه تفاجئك بحاجه جديده او لعيب مميز عندهم يبقى لعيب ثاني هو المميز. صحيح. فهو بيقرا ده ومن هنا يبدا من الشوط الثاني يبدا يتدخل. نعم. وهو تدخلاته معظمها ايجابيه لان هو بيبقى قاري كويس. بيقرا كويس. طبعا. وده اللي حصل النهارده اللي بقولها لحضرتك عليه. يمكن الريتم الماتش النهارده هادي، وجهه نظري. ان الماتش كان هادي لان الفرقه اللي قدامك منظمه جدا. فعلا. دفاعيا. دفاعيا في الثلث الاخير. ودفاعيا في الضغط عليك من فوق. نعم. فكان عامل لك مشكله وكان مهدي الريتم غصب عنك. ولكن عشان تحل الماتشات اللي هي بتبقى اللي الفرق منظمه فيها لازم الحلول الفرديه تتدخل. نعم، الحلول الفرديه تتدخل. لو حصل لما قفشه نزل عبد القادر، انا بشوف ان عبد القادر لو اشتغل الحل الفردي يحط زائد جماعي فرقه الاهلي هتروح كلها في حته تانية خالص. زائد جماعي. هو فردي يحاول دايما شايف يدخل في وسط اربعه عايز يعدي. لا. نعم. هي ممكن اتنين واتعامل، لان في واحده النهارده اتعامل فيها راح مرقص زح مزودها لو لعبها في طرف. بالظبط كده. شكرا خلاص جون مثلا. نعم. ففي لو دخل ده مع الريتم انا بتوقع ان هيفرق مع الاهلي كتير جدا. قفشه قبل الهدف. نعم. اللي جابه في واحده حطها برده بسرعه اللي جنب القائم اليمين بثانيه. نعم. بالظبط. فدي الحلول الفرديه اللي بقول لحضرتك عليها. اللي بتفرق اللعيبه او بتفرق في الماتشات اللي هي متقفله بشكل كويس. طيب هخرج من الجانب التكتيكي بس هرجع له تاني، لانه ما شاء الله الكل خد حقه ثالث ومثالث، لكن عايز اتوقف عند ثلاثي، عند محمد هاني وعند محمود متولي وعند محمد عبد المنعم. يمكن دايما اللي بياخدوا الكريمه اللي بيجيب جون اللي بيأسست الجون و و و وهكذا، لكن الثلاثي ده بالتحديد يا كابتن رضا. طيب قبل الثلاثي عشان برضو احنا في حد احنا ما بيطرحش خالص في السوق. اوعى تقول لي ديانج. لا خالص. سيد عبد الحفيظ. ده خارج الملعب. تمام. لان انا راجل لما دخلت مهنه التدريب اكتشفت ان الموضوع الاداري ده مهم جدا 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 جدا، وحط تحتها 200 خط. شوف عبد المنعم، شوف اللقطه. طبعا. يعني ممكن هو خلي بالك جاي من كسر في المناخير. فممكن دلوقتي ياخد واحده في دماغه تاني، لكن لا هو ما بيفرقش معاك الكلام ده، هو عنده الحته دي. فالحته دي مهمه جدا، فبشكره على الحته. الحته الاداريه المنظمه. نعم. النادي الاهلي عايشها في الفتره اللي فاتت. انا المميز جدا في نادي الاهلي الرباعي الخط الظهر، اصل علي معلول بياخد حقه ثالث ومثالث. ويستحق من هنا للسنه الجايه. دايما الخط يعني حارس المرمى والاربعه اللي قدامه دول لو هاديين كل الامور بتبقى يا سلام. طبعا. الهدوء بيجي من الجزء ده. نعم. لو انا الجون بتاعي مش في احسن حالاته او متوتر بينقل التوتر للي قدامه واللي قدام يبدا ينقلها وهكذا. نعم. ولكن الخط ده لو انت جيت بصيت على كلهم لعيبه كره هاديه عندهم ثقه. مش ما بيحدش فيهم بيخاف، ما حدش فيهم بيقلق، فده مدي تقل في حته النادي الاهلي بالذات الماتش الاولاني والماتش الثاني. نعم. لا الموضوع مختلف، الموضوع مختلف، ولكن الماتش الاولاني رتمنا كان اسرع وكان لمسه اللعب. نعم. ده الفرق بين الاولاني والثاني. فرق المنافس. بس لو لعبنا مع حتى المنافس ده بنفس الريتم ده. نعم. تقدر تكسب سهل. فعلا. الريتم لازم يبقى. الماتش الاولاني لو لعبناه الشوط الماتش الثاني بنفس الريتم بنفس الفكره لمسه ولعبه الامور الجون الثالث. نعم.
جميل جمال ملوش طيب مثال. احنا النهارده ما كانش موجود كتير، احنا امبارح مع اسلام سامي 20 لمسه، العشرة اتدورت عليهم الكوره بالظبط. نعم. بس ما حدش خد الكوره وقعد يعمل ايه؟ نعم، اللي هي الحاجات بتاعتنا اللطيفه دي، كل تك تك لمسه ولعبه جون. طيب. ودي اللي لازم الاهلي يشتغل عليه الفتره اللي جايه. خلينا نروح لفاصل، نرجع نكمل حوارنا واحتفالنا بالنادي الاهلي النهارده، ممثل الكره المصريه والافريقيه بطل القرن الافريقي وفوزه على فريق نادي سياتل ساندرز الامريكي وصعوده الى الدور نصف النهائي لكاس العالم للانديه. والله الحمد لله، يعني على المكسب طول العمر النادي الاهلي بيفرح جمهوره، والحمد لله النادي الاهلي معودنا على كده يعني، وان شاء الله ربنا يكرمنا قدام ريال مدريد باذن الله. والف مبروك لكل الاهلاويه، وعقبال يا رب ما ناخد البطوله باذن الله ونبقى المركز الاول دايما يا رب. اداء مشرف جميل قوي، الاهلي لعب ماتش قوي، وان شاء الله نقدر نعدي الفلنكات كده ونقدر ناخد كاس العالم ان شاء الله. ماتش جيل ان شاء الله نعمل حاجه ونحاول نوصل بقدر الامكان لضربات الجزاء، لان سكواد زي جيل طبعا فرق بمليارات ولاعيبه بمليارات، بس ان شاء الله الاهلي حديد ونقدر نوصل للنهائي باذن الله. والله الحمد لله على اللي احنا وصلنا له، والماتش الجاي بتاع ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنشكر اللعيبه وبنشكر الجهاز، وانا عن نفسي بشكر المدرب بتاعنا اللي عرف يدير الماتش. الاداء كويس جدا، خاصه بالنسبه لانت في كاس العالم فرقه ما تعرفش اول مره تقابلها، فده شيء كويس قوي اللي انت تكسب المباراه زي دي وتتاهل انت تقابل فرقه كبيره زي ريال مدريد، وان شاء الله نقدم اداء كويس وباذن الله البطوله دي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لينا. الاهلي ده بيفرح مصر، فرحه مصر هو الاهلي، فرحه مصر هو الاهلي، وبشكر جمهور المغرب والمغرب كلها على سلامتته للاهلي، بالسند الاهلي، والاهلي ده في العالميه، وان شاء الله هنوصل النهائي وهنكسب ريال مدريد بامن الله. انا بشكر اللعيبه كلها، واحنا كنا بنلعب بالفرقه قويه جدا، والاهلي قوي ان شاء الله، وان شاء الله المباراه الجايه نوصل لكاس النهائي يعني ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه هنيت، فريق كبير كله عمل ماتش كويس رغم الضغط كان على الاهلي، لكن ماتش كويس، وان شاء الله نفوز على ريال مدريد الماتش اللي جاي. الف مبروك نادي الاهلي، نادي القرن، نادي العظماء. بقول لك حي حي ريال مدريد جاي، حي حي ريال مدريد جاي، احنا نادي الابطال ان شاء الله الاول على العالم ان شاء الله. الف مبروك لمصر، للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ياخدها ان شاء الله باذن الله، اعظم نادي في الكون نادي الاهلي. الحمد لله على المكسب بتاع النهارده، الرجاله كانت اعلى واجب بصراحه، والنهارده يعني ادوا الواجب على اعلى مستوى بصراحه. ان شاء الله هنلعب ماتش قوي وهنشرف الدنيا كلها، وهنبقى واللعيبه على قد المسؤوليه، والحمد لله على المكسب. الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع. الاهلي ان شاء الله، الفوز للاهلي ان شاء الله، والكاس للاهلي تمام، وان شاء الله نشكر دوله المغرب على استقبالها لينا، وان شاء الله الفوز للاهلي باذن الله. الاهلي في الشوط الثاني قلب الموازين خالص بالثلاث تغييرات اللي عملهم كولر، وان شاء الله الماتش اللي جاي هنغلب باذن الله. الحمد لله، الف الف مبروك على نادي الف مبروك النهارده على الفوز، وان شاء الله الاهلي فوق الجميع باذن الله. هنفوز هناخد البطوله دي، هنفوز على مدريد 3-0 باذن الله وهناخد البطوله. مبدئيا كده يا جماعه، يعني انا زملكاوي تمام، بس انا عايز اقول من قلبي الصراحه، يعني الاهلي فرحنا جدا تمام، وعايز اقول برضو ان الاهلي يعني ما شفتش منه غير الاحترام وادب واخلاق، والاداء كان بسم الله ما شاء الله. يعني انا زملكاوي بس الاهلي يا جماعه، يا جماعه الاهلي بيلعب باسم مصر كلها تمام، وانا فرحان من كل قلبي والله العظيم للاهلي. بص شوف الاهلي بيعمل ايه، بص شوف الاهلي بيعمل ايه، بص شوف الاهلي بيعمل ايه. الحمد لله كانت مباراة زي ما انت شايف كده، كانوا الفرقتين عاملين حساب لبعض او محترمين بعض جدا، والحمد لله ربنا كرم الاهلي وكسب في الاخر يعني الحمد لله. الجمهور بصراحة واقف معانا واقفة من ساعة ما جينا كأننا في مصر بصراحة للأمانة، يعني جمهور طنجة محترم وعلى دماغنا من فوق، ان شاء الله يجولنا مصر كده نردها لهم تاني بإذن الرحمن، ونقف معاهم زي ما واقفين معانا. قبل أي حاجة بشكر أهل المغرب كاملين وأهل طنجة وأهل الشمال على وقفتهم معانا، مش حاسين إن احنا بنلعب
مش حاسين ان احنا بنلعب بره بلدنا بجد، وكنا نتمنى ان شاء الله ان النهائي يا رب يكون ما بين الاهلي والوداد، لكن قدر الله ما شاء فعلا ان شاء الله نحاول ان احنا نعمل مجهودنا. مباراه صعبه قدام ريال مدريد، لكن ان شاء الله بوقفه اهل المغرب الطيبين معانا ان شاء الله ممكن يصنعوا معانا الفريق يا رب ان شاء الله. طبعا فرحان جدا وسعيد جدا باداء النادي الاهلي وخصوصا في الشوط الثاني، وطبعا انا بحيي المغرب واحب اقول ان يعني ان الافتتاح اللي اتعمل كان افتتاح عالمي. قدرنا نكسب الماتش زي ده، ورايحين بقى الرباط لنكسب ريال مدريد ان شاء الله، ونروح على الفاينل المره دي. مش هنجيب ثالث عالم ان شاء الله، المره دي فاينل وباذن الله نكسب. المغرب اهل كرم وبيشجعونا الماتش كله، وده تاني ماتش مش اول ماتش، ودي حاجه مش جديده، ومستنينهم كمان في الماتشات الجايه. مرة تانية وتالتة ومليون الحقيقة كل الشكر للجماهير المغربية الرائعة اللي عاملة مساندة مش طبيعية للنادي الأهلي، بنشكرهم شكرا جزيلا، ونتمنى نشوفهم في القاهرة نرد لهم الحقيقة الجميل يعني. وشكرا للجماهير الأهلوية اللي سافرت من مصر أو حتى اللي موجودة في المغرب راح تشجع النادي الأهلي. يا جماعة الناس دي يعني عناء صعب جدا جدا، فحبهم لناديهم وحبهم لبلدهم بيخليهم موجودين بالشكل ده. وطبعا بنبارك للهلال السعودي وصوله للدور نصف النهائي بعد مباراه صعبه جدا هارد لاك للوداد المغربي، 1-0 للوداد، ثم تعادل بضربه جزاء في الوقت الضائع للهلال، ثم ضربات ترجيح بترتسم للهلال ويصعد الهلال. الف مليون مبروك لنادي الهلال. طيب خلينا نتكلم في المباراه شويه. هل نقول الدقيقه 63 دي ايه التغيير الثلاثي في النادي الاهلي اللي نزلوا؟ هي دي الدقيقه الحاسمه، شريف وعبد القادر وقفشه، كان لها طريق يعني تاثير على نتيجه المباراه. كابتن رضا، الحل الفردي بتاع حضرتك ان انت لما تبقى المباراه مقفله قدامك كمدير فني، فرقه منظمه جدا دفاعيا، بتعرف الترحيل كويس قوي، الخطوط قريبه جدا من بعض، فده عامل لك مشكله، فلازم الحل الفردي يتدخل. الحل الفردي يبقى عندك لعيبه تقدر تحل فردي، اللي هو بدات الخطوره تحسها من مين؟ قفشه وعبد القادر، هم دول عندهم، وشريف خطر طول الوقت. أيوه. لان هو ممكن لو جات له واحده بالظبط كده. فعندك الحلول اللي هي تعمل الفارق. حتى زي ما احنا بنقول في عندنا في الكوره، حتى الجون اللي دخل هو قفشه خد على لعبها، على لعبها، كان نفسي الاولانيه تيجي جون طبعا، ولكن الثاني اصعب. يعني انا شايف ان الكره الثانيه لما رد الثاني خدها، هي نازله من الارتفاع عالي قوي فخدها على لعبها. زي ما بقول لك احنا دايما نقول للعيبه ايه، اوقات الكره هي جايه خدها زي ما تيجي. هو لو وقف واستنى وبدا يشتغل هو ما فكرش. فده بنقول دايما ان الحلول الفرديه والتوفيق، تسديدك كانت رايحه ضعيفه، التوفيق ربنا سبحانه وتعالى هي كده بتيجي على اول سبب. انا شايف ان الحل الفردي اللي نزل هو اللي عمل كسبك اللقاء ده. طب عايز اسالك عن مثلا مكاسب انه قفشه بيسجل فتعود اليه الثقه، ان شريف بيسجل، ان حسين الشحات بيسجل، النهارده كمان بيرسي تاو بيظهر بمظهر جيد، يعني حتى مدرب الفريق الامريكي قال عجبني جدا بيرسي تاو. شايف انه برضو الراجل بيجيد التعامل، يعني كابتن سامي قمصان في المقدمه قال هذا الكلام، راجل بيتعامل مع كل فرد، كل واحد بطريقته بطبيعته، لكن قادر يخلي روح الجماعه اللي تسيطر على الفريق. ده مهم جدا. والحاله الثانيه اللي انا شايفها في النادي الاهلي او المميزات اللي موجوده، ان المراكز بقى فيها منافسه. ده صح. يعني السنه اللي فاتت او المشاكل اللي كانت موجوده في النادي الاهلي ما كانش فيه المنافسه في المراكز، او ما حدش قلقان على مركزه، او الحاله اللي كانت موجوده كان يعني اللي موجود بمعنى اصح. لا دلوقتي، لا اي لعيب دلوقتي هيبعد شويه هيجي حد من مكان هياخد مكانه. فبدا الشده بقت موجود، وده مهم جدا في الكوره، ان انت دايما المنافس بيقول لك ايه، خلي حد دايما يدبدب وراه. ده صحيح، ده مهم جدا في الكوره، وده اللي موجود في نادي الاهلي دلوقتي. اي حد هيريح هيلاقي حد تاني ركب مكانه. ده مهم جدا. حاله محمد الشناوي اللي موجود فيها، احنا بنقول دايما ان حارس المرمى 50% من الفريق، وده صحيح. لان لو محمد الشناوي متاثر كل الفرقه بتتاثر. ده صحيح. حالته الفنيه والتركيز مخليه النادي الاهلي رايح في حته تانية خالص مع لعيبته. مجرد الثقه انت بتاخدها ليدر كمان قائد. بالظبط كده. الثقه يا كابتن، لو انت صديت واحده صعبه، صح، ثقه للي قدامك. ده صحيح. انا طلعت واحده فثقه للي قدامك. وهكذا، هي دي الروح اللي بنتكلم عليها، او حاله التماسك اللي بتحصل من الحاجات اللي شبه دي. خلينا نروح لفاصل، نرجع نكمل حوارنا الممتع مع نجمنا، نجم النادي الاهلي السابق كابتن رضا شحاته.
السنغال تسيطر على كل الألقاب في أفريقيا بعد صعودها لكأس العالم على حساب مصر بركلات الترجيح، وأيضا فوزها ببطولة الأمم الأفريقية على حساب مصر بركلات الترجيح بتفوز على الجزائر 5-4 بركلات الترجيح وتحصد كأس أفريقيا للمحليين. هارد لك للإخوة الأعزاء في الجزائر ومبروك للمنتخب السنغالي. كابتن رضا، مباراة الأهلي والريال البعض يراها مباراة من جانب واحد وما تتكلمش وما تفكرش لأنه الأمر صعب وأن التمثيل المشرف هو المطلوب من النادي الأهلي، والبعض الآخر يقول لك ولما لا، يعني النادي الأهلي نادي مش قليل، صحيح الفوارق كبيرة جدا لكن المغرب اللي عملته في كأس العالم، السعودية فوز على الأرجنتين، تونس وفوز على فرنسا، بيدي يعني بعضا من الأمل. يعني أنا بشوف إن الفوارق الكبيرة أو اللي بتبقى موجودة حلها تنظيم. تنظيم. طول ما أنت منظم الحلول الفردية واللعب الجماعي بيبقى أهدى بكتير، بيقل خطورته يعني. نعم. فده مهم جدا أنت تبقى منظم، مهم جدا تبقى الفرقة هادية، وده أنا شايفه يعني أنا عاجبني في النادي الأهلي إن شخصية المدرب باين عليهم. صحيح. هو الراجل هادي. نعم. اللعبة دايما هادية. الموضوع مترتب بشكل كويس، عنده رؤية كويسة، بيختار تغييراته كويسة، بيقرا الماتشات بشكل محترم. نعم. فده مهم جدا في التوقيت ده، مهم جدا ان احنا لازم نتعلم من الـ من الـ انا ماتش، شفت ماتش بايرن ميونخ اللي في نعم في كاس العالم اللي فات، ما عجبنيش ان احنا كنا داخلين خايفين. نعم. او احنا مستعدين، احنا خايفين زياده عن اللازم. الموضوع نعم. كان واضح من بدايه اللقاء، وده نعم مؤثر جدا، وده ما ينفعش مع الفرق الكبيرة. بالعكس، انت كل ما تبقى هادي وكل ما يبقى عندك انضباط في الملعب والماتش ماشي بالنسبة لك في هدوء، الامور بالنسبة لك هتبقى اسهل بكتير. نعم. عندنا حلول وعندنا ايه الحلول؟ الحلول التنظيم مهمة جدا في المباريات نعم الكبيرة للفرق، بس برضو فوارق الامكانيات بالتأكيد بتصب في صالح ريال مدريد. اكيد. نعم. اكيد، واي حد هيقول غير كده يبقى مش نعم عقلاني يعني. نعم. ولكن انت بتلعب كرة قدم وكل شيء متاح وكل شيء وارد. نعم. وارد ان في اللقاء ده هم يبقوش افضل حالتهم، وارد. احنا بدليل ان ماتش اللي كان في استاد القاهرة، مع احترام الفرقة المتواجدة في ريال مدريد دلوقتي، الفرقة دي كانت قدها 10 مرات. نعم. كعناصر كافراد. بس دي برضو مباراة ودية وده كاس عالم الاندية، ويعني في النهاية العالم كله بيتفرج على. بس انا هقول لحضرتك حاجة، حتى المباريات الودية ساعتها من ارضية الاستاد. نعم. حتى المباريات الودية الاندية الكبيرة ما بتعديهاش. نعم. بالنسبة لها مش ودية. ده صحيح. بتتحسب عليهم. بس فرق المنافسة برضو بيفرق. طبعا يعني. نعم. فرق طبعا طبعا اكيد. نعم. بس ولكن يعني انا شايف ان التنظيم والروح والرغبة بيدوب حاجات كتير قوي في الفروقات. نعم. في الفروقات الكبيره اللي موجوده. هل هيفاجئنا كولر بتغييرات تانية في التشكيل زي ما فاجئنا في مباراه يعني سياتل ساندرز الامريكي؟ هو هيحاول يطلع بالشوط الاولاني مقفل جدا. نعم. مش هيعتمد على حته خالص ان هو يهاجم او ان هو يلعب. هل ده بيدي فرصه اكبر لحسين الشحات، خاصه انه بيجري بيأدي الواجب الدفاعي، يمكن بيرستاو واجباته الهجوميه اكتر؟ الناس اللي عندها الناحيه الدفاعيه اعلى هيكونوا موجودين في الملعب طبعا. ده اكيد. وانا بشوف ان حاله الثلاثي اللي في نص الملعب حالتهم نعم هي اللي بتخلي شكل النادي الاهلي واضح. او هنعمل النهارده. طب ده يخليني يعني جورين سؤال مهم جدا، حمدي فتحي يعني توظيفه اتغير خالص، يعني نجح ده امام اوكلاند لم ينجح اليوم، لانه برضه فرق القوه بين الفرقتين واستعان بمجدي قفشه. هل لو لعب بالثلاثي ديانج وحمدي والسوليه هيغير التوظيف المره دي، ولا ممكن نلاقي حمدي بيقعد على دكه البدلاء ويبدا بقفشه؟ انا بشوف لا، هو مش هيبدا بقفشه، هيبدا بالثلاثي اللي بيدافع. بس هو دايما بيغير تشكيلته او الثلاثه اللي في نص الملعب على الفرقه اللي قدامه. نعم. مش عشان حمدي احسن من النهارده في الحته دي، لا، هو بيبقى اوقات انت بتلعب ممكن يبقى عندي حد مميز في المكان 6 فبزق حمدي عليه. نعم. والماتش اللي بعده لا، انا عندي حد في المكان ده 8 مميز، برجع حمدي في الثمانية او الحته اللي تحت. فهي بتبقى مرتبطه بالفرقه اللي انت هتلعبها. نعم. ولكن الفرقه اللي انت هتلعبها هي عندها 8 و9 و6 و10 صحيح، كل حاجه. فانت لازم قلب الملعب ده يبقى عندك اكبر ناس، اكبر مجموعه بتعمل مجهود دفاعي، لازم هتبقى متواجده. لكن بالتاكيد مباراه صعبه في كل جدا الأحوال. جدا. ولكن املنا ان شاء الله في اللعيبه، وانا عارف ان هم قد المسؤوليه، وان شاء الله ربنا يكرم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نفتح ملف الدوري مع كابتن رضا شحات. اهلا
بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. تعال نتكلم شويه على الدوري العام. 13 مباراه مع الداخليه، اكتر مدرب صدف سوء حظ، كسبان الزمالك للدقيقه الاخيره يدخل فيه الجون، كسبان البنك الاهلي للدقيقه الاخيره يدخل فيه الجون. فاركو برضو في ماتش كمان، هل اربع ماتشات كده يعني، اربع خمس ماتشات، 8 9 بونت كده، كانوا فيوتشر مطرود 2 وفي دقيقه 8 86 برضو مظبوط. حاجات كده يعني حاجات. بتقيم التجربه ازاي يا كابتن رضا؟ انا بشوف ان الحمد لله عملنا فرقه كويسه بامكانيات قليله، الناس كلها بتحترمها وده مهم جدا. مهم جدا يبقى الشغل واضح وباين قوي ان احنا اشتغلنا على الفرقه كويس قوي في تجميعها. نعم. ولكن سوء الحظ او سوء حظ مع تحكيم برضو عشان ما بقاش بقول ان هو سوء حظ، لكن في حاجات فيها حاجات نعم. غريبه جدا في التحكيم يعني عندي على الاقل 8 نقط نعم. تحكيم من اكتر منهم سوء حظ كمان يعني. فالحمد لله على التجربه، وبالنسبه لي عملنا شكل كويس، الناس احترمتنا وده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. هل يعني طلباتك كانت مجابه؟ طبعا الداخليه فريق امكاناته محدوده بالمقارنه بالانديه الاخرى، لكنك قدرت، شفت سمير فكري حاجه كويسه، شفت حجاج حاجه كويسه، شفت رضا حارس المرمى حاجه كويسه، شفت رشيد حاجه كويسه، شفت كليتشي أربعة أفارقة حاجه كويسة. يعني وانت من اكتر الانديه اللي استفادت بالافارقه يعني. هل الطلبات كانت مجابه؟ هل كان ليك طلبات مع بدايه الدور الثاني عشان تقدر انت يعني انت في المركز ال15 يعني تحتيك 16 17 18 يعني ما زلت في الدوري الممتاز، لكنه ايه اللي كان ينقص فريق الداخليه مع كابتن رضا؟ وهل كنت تامل انت تستمر مع يعني تحقيق طلباتك؟ من اول يوم دخلت الداخليه كانت السيناريو واضح من اول يوم، اول ما جمعت الفرقه خلاص الدوري كان باقي عليه اسبوع بعد تجميع الفرقه، السيناريو كان واضح بالنسبه لنا، قلنا اللي هيحصل في اول خمس ماتشات، بعد الخمس ماتشات اللي هيحصل التدرج هيحصل ازاي من الفرقه، وهنوصل لحد فين في اول بعد الاول خمس ماتشات، الامور بدات تمشي في السيناريو اللي احنا قلناه. طلبنا ان احنا ندعم نعم. في شهر واحد محتاجين اربع لعيبه عندهم خبرات دوري ممتاز، لان الفرقه كان ينقصها او ينقصها ما عندكش 14 15 لعيب تقريبا يعني، ما عندكش دكه بدلاء جيده بالظبط يعني، انا محتاج مش جيده يعني، ما عندكش عدد كبير من اللعيبه، ما عندكش رفاهيه، ما عندكش رفاهيه صحيح ان انت تخسر لعيبه او اثنين نعم. وانا في ماتشين طرد مني اثنين في اثنين أيوة يعني صح. في ماتش نعم. يطرد مني اثنين لعيبه، فيوتشر باين اتطرد، فيوتشر اتطرد اثنين من اول خمس دقايق، والمولود نعم. طرد مني اثنين نعم. في الماتش اللي بعده ما تلعبش او اللعيبه دي ما تبقاش موجوده مع الاصابات في الفرقه اصلا بتفضى، فاحتاجنا ان احنا نجيب في شهر واحد اربع لعيبه عندهم خبرات دوري ممتاز يسندوا الفرقه، لان الدور الثاني اصعب بكتير طبعا من الدور الاولاني طبعا. شويه حسينا ان الامور بالنسبه لنا بدات تتغير، ما بقى الطلبات كانت متاحه او بالنسبه لنا كانت موجوده، بدات السياسه تتغير، الامور تتغير ماديا على ظروف كده، بدات الامور بحس ان الامور ما كانتش ماشيه بنفس السياق اللي احنا ماشيين بيه في اول الموسم. بعد كده في لعيبه محتاجين نبيعها، فطبعا الفرقه مش مستحمله انت تخرج منها حد، كنت رافض انك تبيعها، رفضت طبعا، وده سبب من الاسباب ان احنا ما كملناش يعني في الداخليه. لكن راضي عن التجربه كرضا؟ راضي، راضي جدا، راضي من ردود افعال الناس على الفرقه كشكل والمستوى اللي كانوا بيقدموه في ظل الماديات الرهيبه اللي كانت بتدفع وانت مش موجود طبعا. بالنسبه للماديات دي خلينا نروح لمجدي قفشه او محمد مجدي قفشه نجم النادي الاهلي وصاحب هدف الفوز والانتصار وقضيه اليوم الجديده، نشوفه قال ايه. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن رضا شحاته. يعني طبعا الحمد لله على المكسب، مش هتكلم على الجول لان ده توفيق بتاع ربنا، دايما بقول الجول ده توفيق، اهم حاجه المكسب، ونادي الاهلي يلعب سيمي فاينل، فدي بالنسبه لي انا كقفشه اهم حاجه يعني. الجول طبعا مبسوط بيه وحاجه كبيره، لكن في الاول وفي الاخر تعب الفرقه كلها وتعب الناس وتعب الجماهير اللي في الملعب. مبروك طبعا لكل جماهير الاهلي واللعيبه والاداره والجهاز والعمال وكل الناس، مش عايز انسى حد، والجهاز الطبي. ماتش صعب جدا لان احنا لاعبين من يومين، مفيش فرق تقريبا 42 ساعه مش 48 ساعه، انت لعبت ماتش الساعه 8 والنهارده الساعه 6، فانت الوقت قليل جدا، مش يومين يعني، اقل من يومين بس، فقدرنا ان احنا نعمل استشفاء كويس، نرجع كويس، في تعب باين علينا النهارده، لكن حاولنا وقدرنا، اللعيبه كلها عملت اللي عليها، في لعيبه لعبت 90 دقيقه الماتش اللي فات والنهارده، يعني بشكرهم بصراحه على المجهود اللي عملوه، دايما جمهور الاهلي في كل حته موجود يعني، حتى لو عدد قليل جدا بس دايما الاهلي موجود في كل حته، جماهير الاهلي موجوده في كل حته، فاحنا متعودين على كده يعني في اي بلد، وبصراحه يعني حتى جمهور المغرب كلهم بييجوا يساندونا وبيشجعونا وبيجوا لنا الفنادق، فدي حاجه كويسه، واحنا بنلعب يعني المغرب فيعتبر بلدنا الثانيه، بلد لينا اصحاب فيها كتير، حبايبنا كتير، فنشكر طبعا الجمهور، واتمنى ان شاء الله الماتش الجاي وكل الجماهير موجوده اكتر باذن الله، عشان انت عارف الماتش الجاي صعب يعني حته مان اوف ذا ماتش يعني طبعا حاجه كبيره،
الحمد لله انا خدتها قبل كده في نهائيين افريقيا التاسع والعشر، الحمد لله خدت قبل كده، وبتمنى ان انا افضل كده على طول دايما في الماتشات اللي هي الكبيره. يعني الحاجات الفرديه دي مهمه وكل حاجه، لكن الجماعي افضل، لان الجماعي اللي بيفرح الكل. الفردي انت هتتبسط، لكن لو في حزن مش هيبقى كويس، بس فاهم حاجه المكسب يعني الحمد لله. ماتش ريال مدريد شايفه ازاي؟ لا يعني يعني انا واحد من الناس اصلا، انا وانا صغير ما كنتش بشجع غير الريال، فلما لعبت في نادي الاهلي خلاص يعني انا اصلا اهلاوي من زمان جدا فاهم. فانا بحب ريال مدريد جدا، لكن انا بالنسبه لي رقم واحد النادي الاهلي. ماتش كبير، ماتش صح، فريق افضل فريق في العالم، بينافس على كل البطولات، لعيبه امكانيات كواليتي اعلى، كل حاجه زي ما انت عايز تقول. في الكوره بقى حاجات كتير، بس فماتش صعب جدا. اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا، وانا يعني هنعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتش ده. واحنا الاهلي هنلعب على المكسب، يعني مش هنلعب عشان حاجه تانية، احنا الاهلي هنلعب عشان المكسب بس. وفي الاول وفي الاخير النتيجه دي بتاعت ربنا يعني. كابتن رضا شحاته، قبل ما ناخد اقر واعترف، شايف انه ملامح الدوري البطوله ظهرت ولا لا؟ ممكن زمالك يعمل ريمونتادا وممكن الدنيا تتغير، وده حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. لا لسه بدري. لسه بدري. لسه بدري. نعم. يعني لسه بدري ان انت تحدد الشكل او الملامح ازاي، ولا عشان الدور الثاني انا بشوفه دايما الموضوع مختلف تماما لكل الانديه، اللي بيصارع واللي بينافس واللي عايز يدخل مربع، فالموضوع بيبقى اصعب. يعني مفيش حاجه واضحه لا في البطل ولا في صراع الهروب من الهبوط. لسه والموضوع لسه فيه مشاكل كتير قوي، فمحتاجين نفضل مركزين ومكملين يعني. جاهز لأقر واعترف؟ يلا بينا. أقر واعترف. كابتن رضا شحاته، تقر وتعترف انك كنت قريب من العمل في الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي بسبب علاقتك المتميزه مع حسام غالي؟ ما كانش في كلام رسمي. كان الكلام كله ميديا، ويعني كلام ما حدش خالص كلمك عن النادي الاهلي. لا بس كنت سعيد بان انت مترشح. سعيد من رد فعل الجمهور جدا. جدا، ان الناس كانت مبسوطه، فده كان حاجه بالنسبه لي كانت سعداني جدا. ده كان امر مخليك يعني جدا حاسس جدا قد ايه انه الناس مقدره اهم حاجه في النادي الاهلي جمهور الاهلي. نعم. فده كان مهم جدا. نعم. تقر وتعترف انه العلاقات والتربطات اقصر طريق للعمل في المنتخبات الوطنيه، وهل انت مرشح في الفتره القادمه؟ سمعت انه في منتخبات لسه موجوده، هل اسمك تروح فيها؟ برضه ما حدش اتكلم، ولكن يعني ده شرف انت بتتمرن منتخب مصر. نعم. ده حاجه شرف لاي حد يمسك منتخب مصر، ونتمنى طبعا نبقى متواجدين في الحاجات دي طبعا اكيد. هل في تربطات وعلاقات، ولا انت شايف انها هي مجرد توفيق يعني؟ في كل حاجه، في كل حاجه موجوده. كل حاجه موجوده يعني ان شاء الله ممكن تتغير يعني. اتمنى الامور تاخد، لان السياق لما ياخد السياق الصح صحيح النجاح بيبقى موجود اكيد. تقر وتعترف انه جيلك جيل 2001 اللي حققته انجاز تاريخ الميداليه البرونزيه في كاس العالم للشباب ما خدش حقه حتى هذه اللحظه بما يليق بهذا الانجاز؟ يعني ما خدش حقه في الكوره. نعم. ولكن انا شايف التدريب متواجدين بشكل كويس. صحيح. عندنا الحمد لله عناصر كتيره. من ابرزهم؟ في محمد عبد الواحد دلوقتي في البنك الاهلي. نعم. في محمد شوقي، في وائل رياض، في ابو الهند. نعم. مصطفى، في محمد محسن ابو جريشه، في. نعم. عادل مصطفى، في حسام غالي، فموجودين، في اليماني. نعم. لا في متواجدين الحمد طيب لله. طيب عشان وقتنا جري هعدي ده، لان انت خلاص رديت عليه. ياخد السؤال الاخير. تقر وتعترف ان بدايه مارسيل كولر تبشر بامكانيه استنساخ مانويل جوزيه من جديد؟ اتوقع لي ان شاء الله يبقى ممكن بشكل كبير، ولكن مع اختلاف الشخصيه اهدى. ف اهدى شويه. ودي برضو مهمه جدا في الاجيال. الاجيال اختلفت، فالهدوء يوصل النادي الاهلي في حته كويسه. نورتني وشرفتني يا كابتن. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. مبروك للنادي الاهلي. واحد من ابناء النادي الاهلي. دايما دايما الاهلي مشرفنا، الاهلي مفرحنا، الاهلي مصدر السعاده والابتسامه. تفضل ضحكتنا قد كده، لان النادي الاهلي هو سبب هذه الابتسامه في الكره المصريه. كده تمام. سلام.